فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل يجوز لمن يشعر بنزول قطرات من البول أكرمكم الله، هل يجوز له أن يتوضأ قبل الأذان بمدة يسيرة كعشر دقائق، علما أنه لو توضأ بعد الأذان فقد يتأخر عن تكبيرة الإحرام؟ أول شيء ربما يكون عنده وسواس يورى له أنه يخرج من البول وما يخرج من شيء، الشيطان حريص على إيذاء المسلم، إذا كان من باب الوسواس والشك يتركه ولا يلتفت إليه، ما إذا تحقق من تقاطر البول ولا يستطيع منعه فهذا يتوضأ عندما يريد الصلاة ويصلي. وكونه يتوضأ قبل الصلاة بدقائق من أجل يمشي للمسجد، الدقائق ما تضر لا بأس. نعم. أما وقت طويل لا. نعم.